تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، برقية تعزية ومواساة من معالي السيد لي كتشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية أعرب فيها معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله